هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم الكرام معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المطوع. قبل أن نبدأ الحلقة خلونا نشوف سؤال المشاهد الكريم ثم نعود إليكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. أحيي الأخوة الضيوف في الاستديو، وأنا كمواطن قطري من الشباب اللي يحبون السرعة، وسؤالي لهم للضيوف أو للجمهور، كيف نتعاون عشان نتخلص من السرعة ونقلل من الحوادث اللي تصير عندنا في دولة قطر؟ وأتمنى يعني أنا كشخصي أو من الناس اللي معي أو من الناس اللي دولة قطر أن نتعاون أساس نقلل من الحوادث ونحترم قوانين المرور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. حياكم الله معنا شباب الكرام، يبدو أن موضوعنا اليوم هو حفظ النفس واهتمام الشرع بحمايتها. نناقش هذا الموضوع معي في الاستديو الشيخ أحمد بن يوسف الملا، حياك الله. الله يحييك أبو يوسف، سعد وجودك معنا. جزاك الله خير. أيضا معنا في الاستديو الرائد سيف بن سعد المهندي، حياك الله يا أبو سعد. الله يحييك يا مرحبا، سعدين وجودك معنا. الله يسلمك، جزاك الله خير. يمكن أن سمعنا سؤال المشاهد الكريم، أول كلمة قالها أبو يوسف قال إحنا شباب نحب السرعة، وبعدين قال كيف نتخلص من هذه الحوادث. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الإحساس بالمشكلة مثل ما يقولون هو بداية العلاج، والأخ جزاه الله خير بعد الكلام اللي قال أن أنا أحب السرعة معناها أنه حاسب مشكلة. صحيح أن قد ما يكون السرعة فقط هي سبب المشكلة الكبير، أحيانا السرعة مو بأحيانا، غالبا السرعة مع الانشغال بغير الطريق هي سبب الحوادث المميتة، لكن السرعة أيضا مع عوامل أخرى هي في الغالب تسبب الهلاك. إحساسه بالمشكلة أمر مهم جدا، هذا أولا. الأمر الثاني استشعاره أو إنجاز تعبير نحن نقول اللي هو تربية النفس ومجاهدتها على أن الواحد يقول لها لا أنا لازم ما أسرع. أحيانا الواحد ممكن يكون متأخر في موعده، يحاول يقول لا أنا لازم أبكر في موعدي، لازم أطلع من موعدي. كثير من الناس للأسف ما يحاولون هم يصبرون نفسهم على هذا الأمر، وهذا فعلا سبب كبير يكون معطل لأن الواحد يحاول أن يعالج هذه المشكلة. رائد سيف أيضا قال كلمة بعد، قال ما أحب السرعة وأحب كذا، قال كيف نتعاون مع قوانين ونحترم قوانين المرور. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حق التعاون مع أو مع القوانين المرور، أول شيء لازم يحترم أول شيء قوانين المرور. لما يحترم قوانين المرور ويحترم الآخرين اللي معاه في الطريق، أعتقد مشى في نص الطريق اللي مفروض أنه يكون ماشي فيه. احترام الآخرين واحترام قوانين المرور هذه يعني أعتقد أنها هي المشكلة الأساسية. كثير من الناس أول ما يعني أنا برجع حق الكلام اللي يعني في بداية الحديث، أنه سبب الشخص أنه يكون متهور أو يسرع أو يحب السرعة، المشكلة هي تبدي من متى؟ تبدي من الصغر. ولي الأمر يفتخر أو يتفاخر أو أنه يقول والله أنا ولدي عمره 17 سنة وأبي أعطيه رخصة، ويشجعه أنه يسوق. فتبدي معاه هني الهواية السرعة والقيادة برعونة والتفحيص والأمور مثل هذه، يتعود عليها من الصغر. لما يتعود عليها من الصغر بسبب الأب والأم هم اللي شجعوه الطفل من هو صغير. وفي بعد غير هذا المشكلة الثانية أنهم يطلبون الرخصة حق ولدهم أو يعني
وهو في سن صغير يعني لسه ما وصل حتى السن القانوني 17 او 16 سنه، فيقول لك انا ولدي عاقل، ولدي انا رزين، او مثلا يسوق بصوره جيده. طيب بس عقله لين الحين ما اكتمل. احنا يعني نعرف ان اكتمال العقل في العشرين تقريبا او في الثمانتاعش، لكن انت تستعجل على ان انت تعطي ولدك الرخصه. في النهايه انت الخسران، في النهايه انت الخسران. ليش؟ لان بيتعود على سواقه التهور، على القياده برعونه، عدم المحافظه على حقوق الاخرين، تجاوز يمين يسار. هذه كلها اعتقد ان اسباب. احنا موضوعنا لا شك اليوم نتحدث عن الحوادث وحوادث المرور اليوم اصبحت في قطر بل في العالم اليوم هي شاغل كثير من الدول اليوم، وخاصه اليوم اكثر حوادثنا اليوم كلها شباب. لكن احنا الان يمكن هذا مدخل من مداخل الحلقه، لكن خلونا نبدا في تأصيل هذه الحلقة ونبدأ حفظ النفس. حفظ النفس واحدة اهتم بها الشرع وهي ضرورة من ضرورات الخمس. لو حدثنا الشيخ أحمد عن حفظ النفس وكيف الإنسان يحفظ نفسه في حوادث أو غير حوادث. ديننا الإسلامي أتى ليحفظ روح الإنسان من أنها تهان أو أنها تزال. فحفظ النفس من الضرورات الخمس مثل ما تفضلت فيها، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ العرض، وحفظ الدين. هذه الأمور الخمس هي الضروريات الخمس الكبرى. فرب العالمين أشار في كتابه، نبينا عليه الصلاة والسلام حث على أن الإنسان يحفظ روحه ويحفظ بدنه ويحفظ جسمه من 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 أن يرهقها. ولذلك حكم المنتحر نعرفه، النبي عليه الصلاة والسلام توعد المنتحر بأنه يخلد في النار، وما لذلك إلا لأن قتل نفسه. رب العالمين أشار في كتابه في أكثر من آية: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. بل حتى نهى ربنا سبحانه وتعالى عن أن الإنسان يتبع الخطوات التي قد تؤدي إلى ذلك. فيقول رب العالمين سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والتهلكة ليس بالضرورة أنها تكون مميتة، لكن لأنها تؤدي إلى أحيانا كثيرة أن الإنسان يقتل نفسه ويزهق روحه، نهى ربنا سبحانه وتعالى عن أي أمر ممكن أن يؤدي إلى هذا الإزهاق أو هذا الإهلاك للنفس. يعني ساعة الرايد سيف أيضا نفس الشيء، لهم أسباب الحوادث كثيرة. ما هي أهم الأسباب الحوادث اليوم؟ يعني اليوم إحنا اليوم نشوف حوادث كثيرة، اليوم نسمع اليوم في سيلين حادث، نسمع خط الشمال في حادث، نسمع لخط أيضا سلوى في حادث، حوادث كثيرة اليوم نسمعها. إيش الأسباب اللي تؤدي إلى هذه الحوادث؟ أهم الأسباب عدم احترام قانون المرور. أهم الأسباب هذه كلها عدم احترام احترام حقوق الآخرين في الطريق. أنت تتجاوز عن اليمين وتجي قدامهم وتلف في يسار من غير ما تعطي مثلا إشارة أو تنبيه. يقولون قاعدة أبو سعد، يقولون السياقة ذوق وفن وأخلاق. إذا الإنسان أخذ بهذه الأمور زين وتعاون مع أيضا السائق اللي جنبك، أعتقد اليوم تجد اليوم الكل، لكن هذا يلف على هذا وهذا يسار. لازم يكون فيها أخذ الحيطة والحذر في قيادة السيارة. لازم أخذ الحيطة والحذر. أنت تسوق عندك رخصة صار لها يمكن حوالي 20 سنة، لكن اللي قدامك يمكن أمس اليوم. نعم، فأنت لازم تنتبه، لازم يعني تكون حذر من اللي قدامك، من اللي على يمينك، من اللي على يسارك. توقع أخطاء الآخرين، ممكن يجي واحد من خلفك تجاوزك عن يمين ويسار، يضايق على اللي قدامك في السيارة. يعني الأسباب كثيرة. يعني أهم الأسباب أن أنت لازم تحافظ على قانون أو قواعد المرور. لما تحافظ عليها أنت تأسست يعني. بعد في تحويلات كثيرة أبو سعد اليوم شوارعنا احنا نقول صدق نصبر اليوم في قطر، اليوم احنا شوارعنا لله الحمد قاعدة اليوم تتغير تتطور، وقطر قاعدة الآن اللي شافها قبل 10 غير اللي شافها قبل 5 للأحسن. وقاعدين يعني في اعتقد فريق اعتقد كما سمعت في فريق قاعد ينظر لكل تحويلة وكل شارع ما هو الأفضل. شارع الكورنيش اليوم كان دورات، الآن تحول إلى إشارات. باقي بس والآن على يعني قدم وساق الشراتون وأيضا نعم. بدأت الأمور تتطور. إيش وارعنا اليوم بسعد؟ هل هي أيضا لها دور في مسألة هذه الحوادث؟ في يعني بتكلم أنا بالنسبة حق الحوادث سابقا كانت بعض الشوارع عندنا
تكون فيها الإنارة ضعيفة، ممكن هذه تسبب بعض الحوادث، ممكن تكون فيها حفر لأسباب كثيرة، أمطار أو أسباب حفريات، مشاغل الناس يعني الشركات اشتغلوا في الحفر، في حفر، الحفر هذه ممكن الواحد يحاول يتجاوز الحفرة هذه يلف على الثاني تسبب حادث. في يعني في بعض الطرق الرئيسية ما فيها مداخل أو مخارج آمنة، هذه أحد الأسباب اللي ممكن تسبب حوادث على الطرق. بس الحين الحمد لله رب العالمين، يعني من حوالي من سنتين وإحنا جايين، يعني يمكن تشاهدون أن في تطور في الشوارع يعني للأحسن، يعني بنسبة يعني 90%، يعني إحنا قاعدين يعني نشوف أشياء يعني ممتازة، يعني حديثة، شوارع حديثة، طرق واسعة. يعني نصبر شوي الأيام الجاية، وهذا الشيء نبدأ الآن نصبر شوي، القادم إن شاء الله إن شاء الله أحسن، بتكون أفضل فيها. وهذا لنشوف إحنا حين، يعني لنشوف إحنا تطورات شارع الشمال، طريق سلوى، طريق الوكرة، طريق شو اسمه الأندرة الخرارة اللي كان في حوادث فعلا، نعم، بدأ يتعدل. صار الحين سيلين كان أول شارع واحد، بدأ شارعين، الكورنيش، بعض الطرق الداخلية صار فيها يعني تعديلات، يعني من أحسن ما يكون، توسعت الشوارع، بس يبي لها فترة، يعني البلاد في تطور وفي يعني. بس بعد عدد السكان وسعة عدد السكان اليوم اللي موجود، اليوم على سبيل المثال الوكرة، اليوم مع أزدام في الوكرة، اليوم أصبح عندنا طريق واحد اللي يؤدي للوكير، طريق واحد، وهذا هل هو كافي اليوم؟ طريق أعتقد أنه محتاجة اليوم بعض المناطق أنها تكون فيها أكثر من شارع. الآن دوار الوكرة الأولي لو صار في أيضا في شارع ثاني موازي للشارع الداخلي، ممكن يخفف أيضا هذه الضغوطات. والناس اليوم يعني شيخ أحمد ما عندها صبر. ما هي الأداب اللي الواحد ينبغي علينا اليوم؟ أداب الطريق، أعطي الطريق حقه، فما هو الأداب وما هو حق الطريق؟ يعني من أهم الأداب أشار لها الأخ الرائد، اللي هي قضية إعذار الآخرين أو التعامل مع الآخرين بأدب. والله حضرتك مستعدلين، احنا دائما مستعدلين. حضرتك تفضلت يعني قلت أن القيادة فن وذوق وأخلاق. رب العالمين أشار إلى 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 معنى فوق هذا، فوق ما اللي بابينا، قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم أعقبها به وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لو أردنا نحن نطبق شيء من هذا معنى هذه الآية في 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 سواقة السيارات، تفضل الأخ الرائد قبل شوية قالنا أن واحد ممكن يكون توه حديث عهد بقيادة سيارة. أنا عجبتني مرة لوحة، كان واحد يبدو أنه حديث توه ماخذ الليسن، فحط لوحة على الزجاج الخلفي قال سائق جديد أرجو سعة الصدر. صحيح. فإحنا للأسف ما نعذر هذا الأمر. أذكر مرة يعني هذا الكلام قبل أسبوع أنا صار لي، يبدو أن أخت كانت تسوق قدامنا وفي طريق خدمة وما فتحت لنا الطريق، فبيني وبينها سيارة، راعي اللي وراها اللي بيني وبينها يبدو أنه عجل ما رضى يصبر، فحط يده على الهرن ما وقفه. يبدو أن المرأة صابت يربك ربك يربك 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 لقدامه. صح شيخ، ما قدرت تتحرك، راحت شغلت الغمازات اللي هي الدينجر، وقفت. أنا كان بيني وبينها مسافة، فاضطريت قدرت أني أنا يسمونه فأشر على الأخ أقول له شوية، فهو زعلان يعني أنه ما تعرف يمكن حديثة عهد بسواقة، ممكن يكون صاير مريض ولا شيء، يمكن مريض، ممكن كذا. المرأة فقدت أعصابها أنها تقود سيارة. يمشون على الأرض هونا، تمشي أنت في الخط السريع، وهذه رسالة لي أنا. ولا تمشي في الأرض مرحا. إحنا كلنا أحيانا نقع في هذا الخطأ، خاصة مع اللاين أو الخط السريع، لما نكون إحنا بغين نتجاوز، بالذات في خط 22 فبراير، كثير من الناس يمشون على هذا الخط بسرعة 60 وهو سرعته مفروض تكون 80. هذه مخالف لقوانين المرور، لأن في عندنا مادة تنص اللي يمشي في خط السريع بطيء عليها مخالفة يعاقب عليها القانون. إحنا صحيح إن هاي جهل من الناس، حتى أنا أقصد إن هذا الأمر حتى يخالف، وهو كثير من الناس يقومون بهذا الأمر، إما لأنهم يعني حديثي عهد بسواقة، إما لأنهم ما تعودوا أنهم يسرعون ووجدوا مسافة أنهم أو فرصة أنهم يتجاوزون وبعدين ما قدروا أنهم. أنا أقصد إن إحنا كلنا لازم نتعلم إن واحد مثل هذا إحنا نحتاج إن إحنا نوسع صدورنا وياه.
قد نقع احنا كلنا في هذا الامر. وانا اكلمكم وانا احيانا قاعد الحين وانا اكلمكم اتذكر مره مرتين ثلاث انا صدري ضاق. صحيح احيانا. اي نعم، قد اكون لاني انا مستعجل، قد اكون كذا، لكن هو رساله لنا ان احنا فعلا نحاول ان احنا نأدب نفسنا، نربي سلوكياتنا، نعلم حتى عيالنا. قبل شوي الاخ كان ابو سعد كان يقول عن الابهات والامهات انهم يعني يبون يطلعون الياسن او الرخص حق العيال، يستعجلون ومع الاستعجال ما يشرفون على قضيه القياده وترسيخ. خلوهم خلاص، مجرد ان اخذ الرخصه ينسى ان الولد يحتاج له متابعه، يحتاج له اشراف، يحتاج له توجيه، يا يبا يحتاج انك انت تركب حذاء وبتقول له خلاص تو ريال وكبر. هذه مقطع كلام كله بالخير، يعني الكلام هذا ينطبق عليهم حتى في سيلين. في سيلين لما يركبون يروحون الدراجات يأجر له الموتورسيكل أول يوم ما يعرف ولا يدري عنه شلون، يعرف يسوق ما يعرف يسوق، ويخليه يروح في حال سبيل. طيب تابع، على الأقل مش معه، أنت ساعده. لا، أجر للموتورسيكل وخلاه يروح. طيب صار حادث، صار دهس، صار انقلاب، صار. طيب من المسؤول؟ المرور. هو للأمر، هو للأمر التوعية والله موجودة التوعية. يعني هذه الأمور الآن أكثر من مكان الآن يؤجر هذه السيارات البطابطة اللي موجودة، والرينو أيضا اليوم. نعم. مو بس البطابط، حتى الرينو اليوم موجودة. وأيضا في سيلين إحنا يعني هضاب وجبال. صحيح. زين، وقد تكون فيه نوع يعني آخر الجبل ممكن يكون ما يعرفون. الشيخ أحمد، بالنسبة حق التوعية المرورية إحنا نقوم فيها مو بس في سيلين، إحنا نقوم فيها حتى في المدارس. حتى في المدارس إحنا نقوم فيها ونمهد قبل لا يبدي الموسم اللي هو موسم التخييم، نمهد حق الطلاب، نقول لهم ترى هذا القيادة لازم تكون بالطريقة هذه، لازم تلبس علق الخوذة، لازم تكون أنت سياقتك تكون يعني راكدة وهادية، ما في تهور ما يعني. لكن المشكلة إن هم يشوفون، كل واحد يشوف الثاني ويقلد، يحاول إنه هو يظهر مهاراته، يحاول إنه هو مثلا يبرز شخصيته، خاصة الشباب ذلال الصغار، إنه يشوف نفسه إنه هو كرجل، فيقول لك أنا بسوق بطلع مهارتي عشان يقولون عني إن أنا فنان أو إني أنا كرجل. بس أنا أرجع وأقول إن دور الأسرة الأساسي في النصح في العملية هذه. الولد ما يروح أعتقد إنه بروحه هناك لسلين، أكيد أنا رايح مع أهله، أخوه العود أو مع ولي أمره ولا شيء. فأعتقد إن ولي الأمر هو له دور كبير في أول حاجة. بالنسبة حق إدارة المرور مهم قصرة في كل مؤتمر أو في محاضرات أو في مجمعات أو في مدارس الخاصة والثانية، نكون إحنا فيه بالتوعية ونلقي محاضرات. وبعدنا بمكم أكثر. إحنا الآن يمكن ترى يعني أبو سعد خلنا واقعيين، يمكن إدارة المرور مشكورة ما تقصر في وضع نظم وأمور وأيضا محاضرات، لكن إحنا اليوم عيالنا يعني الشوارع كانت عيالنا وايد. اليوم كل يومين كل أسبوع تسمع حادث، شاب راح عمره 16 عمره 17 من أيام نفس الشيء. ليش ما يكون في بروجيكتر؟ ليش ما يكون في صور حوادث مرورية؟ ليش ما نكون نصور أيضا من عيالنا اليوم اللي موجودين في رميل؟ اليوم عددهم كبير، اللي معلق قريلة واللي معلق ظهره واللي معلق كذا. إحنا نريد أيضا هذا الوعي اللي موجود اليوم. ملاعبنا اليوم أيضا عندنا شبابنا في وين حصرهم؟ يا في سيلين يا في ملاعب الكورة. ليش ما تكون الشاشة اللي موجودة كإعلانيا وإعلاميا أيضا تنقل لنا صورة هذه الحوادث الموجودة وخطورتها، حتى الناس أيضا تتعظ. اليوم حوادثنا اليوم في قطر ما بقول تزداد، لكن اليوم ما يمر أسبوع أو أسبوعين إلا شفنا حادث. شيخ أحمد، بالنسبة حق المحاضرات والمعارض، في محاضرات يلغونها عندنا قسم التوعية المرورية عندنا في إدارة المرور يقوم بالمحاضرات هذه، يدور على المدارس، يلف على كل مدرسة، حتى المدرسة اللي يعني اللي ما تحتاج. احنا نقول من نفسنا احنا نروح ونطلب منهم ان احنا نبي نلقي محاضرات، خاصة اذا كان شباب في يعني المرحلة الثانوية او حتى الشباب الصغار اللي هم ابتدائي واعدادي. نعم، ابتدائي واعدادي. المشكلة يعني ان احنا يعني احنا قايمين بصورة اللي احنا نشوفه ان احنا يعني قايمين بواجبنا، لكن المشكلة ان المجتمع انتم مقصرين. لكن انا اتكلم المجتمع دائما مجتمعنا يبي منكم اكثر. نعم، انا اتكلم عن نفسي. انا قبل فترة رحت مدرسة من المدارس
بس قبل أروح طلبت من المستشفى الرميلة يعطوني أحد العجزة من عندهم لأحد الأشخاص اللي مصاب بسبب حادث. وطلبت من المستشفى حمد دكتور مال الحوادث، وطلبت أحد مشايخ يكون معي في المحاضرة هذه، ورحت أعتقد مدرسة الاستغلال أو مدرسة الدوحة، ألغيت محاضرة فيها. المصاب عندي هو بنفسه متبرع قطري، كان رايح على خط الوكرة وصار حادث، صار عليه حادث وشرح الحادث اللي هو صار عليه قدام الطلاب. الدكتور عطى يعني من ناحيته عن الحوادث التي هم في المستشفى حمد والمصابين. الشيخ اللي كان حاضر من ناحيه الدين وذي، يعني احنا نقوم بالاشياء هذه كلها، بس انت تدري شنو السؤال اللي سالني واحد من الشباب عقب ما خلصت المحاضره؟ قال لي المخفي ليش ما تسمحوا لنا نركب؟ طيب احنا نتكلم يعني في موضوع مهم، انت تكلمني في موضوع مخفي ما مخفي، يعني حتى المخفي احنا لاحظنا المخفي الحين يسبب حوادث خاصة عقب الليل او عقب المغرب، يعني مع الظلام ما يشوف. انا اظن ان سبب من الاسباب في 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 الحوادث في ارتفاع نسبتها اللي هي قضيه ان الشاب في هالمرحله يتعلم ويتربى بين قوسين من ربعه اكثر مما يتربى من اسرته، وهذا دور الاسره مره ثانيه في قضيه الاشراف على علاقاتهم الشبابيه، الصاحب وايضا الاسره. بنتكلم ان شاء الله اكثر في الكلام فيما يتعلق بالاسره، الاب الام ايضا الصاحب الصديق ايضا كلها لها دور كبير في هذه الحوادث. لكن نطلع فاصل قصير ثم نعود اليكم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام في محورنا الثاني، نواصل الحديث عن حفظ النفس في الإسلام. وكما نعلم تشكل الحوادث المرورية نسبة مقدرة في هلاك الأنفس بسبب التهور. الشيخ أحمد أنت ذكرت قبل الفاصل وقلت بأن الصاحب وقلت أيضا الأسرة لها دور في هذا الجانب. اليوم مدارس الشباب، اليوم لما تروح مدارس ثانوية تشوف عدد الطلاب المرحلة الثالث ثانوي بالذات عددهم حوالي 300 طالب مثلا، تشوف السيارات اللي برا 170-180 سيارة، يعني هذا السن ما وصلوا 18 سنة ومع ذلك تحصلهم الآن عندهم سيارات. الشباب بعضهم عندهم وبعضهم ما عندهم. دور الأسرة، دور المدرسة، دور الصاحب في هذا الوعي اللي يجب على شبابنا اليوم أنهم يكون عندهم هذا الوعي الكامل. يعني لو رجعنا نأكد على أهمية دور الأسرة وان عليها العبء الاكبر في 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 متابعه عيالهم وتربيتهم والاشراف عليهم وتوجيههم، جزء من هذه المتابعه مرتبطه باختيار الصحبه، باختيار الربع اللي رافجهم، وهذول الصحبه هم المشكله، هم اللي ياثرون. البيئه اللي حوله، الشباب اللي حوله قد يكون اكبر منه، هم ياثرون عليه، ياثرون على سلوكياته. ومع ضعف متابعه الاسره لهؤلاء الشباب اللي ربعه لهذه الصحبة، يحصل أن الولد يبدأ يبتعد، قيمته تتغير، سلوكياته تتغير، والعيال والأسرة ما تدري عنه شيء، فيحصل حادث يتفاجئون وياه. لا والله قال لنا أنه بيروح، قال لنا بيروح يذاكر مع ربعة، والولد وين رايح؟ رايح البر تحصله، ولا رايح سيلين، وهو تعود أنه يكذب عليهم، وهم لأنهم ما يتابعونه صدقوا وعطوا الخيط والمخيط على ما نقول. التفتيش المستمر ابو سعد، اليوم تشوف تفتيش في الدورات في الشوارع اليوم اللي موجوده، ما هو الاستفاده من هذه التفتيشات اللي احنا نشوفها اليوم على الشوارع؟ هل هي يعني اصبحت تخوف الناس، شبابنا اللي ما عنده رخصه، اللي ما عنده كذا، ولا شيخ الناس تقول الناس تقول ترى يبون فلوس؟ يعني الناس تفتش، نعم، او رادارات المتحركه زين غير الثابته تبي البرور فلوس. الحمد لله في دولة غنية، الحمد لله. وما يعني شيخ أحمد، بالنسبة حق التفتيش أو الرادار المتحرك، بالنسبة حق الرادار المتحرك ما أعتقد أن احنا نحطه عشان نجني وراه ربح. أنت لا تسرع وما أعتقد أن أحد بيخالفك،
خليك انت على حسب السبيد او السرعه اللي انت محطوطه حق الشارع، وما اعتقد انت بتخالف، ما حد بيخالف يعني، ما حد بيخالفك لو انت ما مشيت على حدود سرعه الشارع. بالنسبه حق التفتيش اللي احنا قاعدين خاصه في الفتره اللي احنا الحين فيها، صار لنا يمكن حوالي 3 أسابيع واحنا في عندنا حمله تفتيشيه على اللوح القديمه، على الاستمارات اللي منتهيه، على الحوادث اللي موجوده في السياره وما عندك ورقه عليها، القياده بدون رخصه، خاصه الحين صار عندنا احنا قانون تقريبا، نعم، ان بالنسبه حق ان الرخص ما يعطونها الا حق فئه معينه، فصاروا الناس اللي يجون من برا يعني يقول لك انا ما مسموح لي اسوق، فيسوق احنا مساكنه كذا شخص يقود السياره بدون رخصه او يسوق برخصه بلاد اللي هو كان جاي منها. فالحمله هذه يعني في النهايه للمصلحه الجميع، اللي ما عنده رخصه واللي استمارته منتهيه واللي مثلا مركب مخفي حاط على القزاز مخفي 100% يحجب الرؤيه ولا يقدر يشوف ويسبب حوادث له وحق الاخرين، فهذا اعتقد ان الحمله ما احنا يعني ما نجني وراها احنا ربح مثل ما هم يقولون. احنا كلنا نبي ارواح الناس اللي احنا نحافظ عليها، الرادار او اللي المتحرك لما نحطه احنا ما نحطه عشان نجني فلوس، الحمد لله البلاد في خير وفي نعمه، لكن احنا نبي نحافظ على ارواح الاخرين. لما نحط نقول الشارع هذا حدود سرعته 120 انت تتجاوز 160 و170 وتقول لي والله احنا نجني ارباح، بالعكس احنا نبي نحافظ على اذا ما تبي انت تحافظ على روحك، احنا نبي نحافظ على روح الارواح الاخرين. ابو يوسف، يعني انا في بالي واتكلم ابو سعد ايضا افكر في شيء، وسؤال المشاهد في اول الحلقه قال كلمه، قال احنا نحب السرعه، وهذا شيء موجود، الشباب عنده طاقه كبيره لما يروح البر اما يروح السيلين يروح كذا تلقى يستعرض تلقى كذا، كيف يكون عندنا هذا الانضباط عند شبابنا اليوم؟ كيف هذه القوه هذا الحماس اللي عنده نقيد حماسهم نقيد هذه الامور؟ ما هو الدور؟ هل دور المرور يوفر لهم مكان؟ هل دور الاب انه هو ما يعطي سياره؟ هل دور الاب انه كذا؟ هل دور المجتمع؟ هل دور الاصدقاء؟ ما هو الدور؟ الكل لابد ان يكون له دور، المؤسسات الرسميه لابد ان يكون لها دور، الاسره لابد ان يكون لها دور، مؤسسات المجتمع المدني الاهليه، المؤسسات الشبابيه، الانديه الرياضيه، المراكز الشبابيه لها دور، كلها هذه لابد ان يكون لها دور. في فتره من الفترات انا ما اقول ان هذا يصير، كان تذكرون لما صارت موضه الاستعراض والشيل على تايرين وما الى ذلك، كان فيه محاوله خلينا نقول لتقنين مثل هذه المسائل، فسووها على شكل مسابقه. ما ادري هل هذه ممكن تطرح الاخوه في المرور عندهم لجنه او فريق مختص بقضيه الحوادث او التوعيه المروريه، بامكانهم انهم يدرسون مثل هذه الامور، بامكانهم ان يستفيدون حتى من بعض التجارب الشبابيه الناجحه. يعني ما شاء الله احنا عندنا هاليومين في حمله بالتعاون مع الاخوان في وزاره الداخليه واداره المرور، حمله اسمها راسك سالم، اللي قام او صاحب الفكره هذه مجموعه شبابيه متطوعه ما لها اي علاقه بالعمل الرسمي، حست بخطوره الحوادث المروريه القاتله، وحست بخطوره موت عيالنا وربعهم، بداوا يطلعون مثل هذه الافكار اللي اظنها انها لو تطور وتنمى ممكن انها تطلع بخير كثير. ولما تكون ايضا صادره من الشباب بعيد عن الحكومه، بعيد عن المرور، بعيد، بتكون لها ايضا واقع اكثر. لكن انا اقول بعد ايضا برجع نظره، دائما اقول اكثر حوادثنا على الطرق الخارجيه. اليوم سيلين، ما هو الدور اللي يقوم فيه اداره المرور؟ انا اعتقد دوريه وشرطي وضابط ومخالفه مش علاج. يعني انا اقول مخالفه مو هو بعلاج، لكن انا اقول ايش سوينا حق شبابنا اليوم؟ انا مثل ما سالت سؤال اخوي الشيخ احمد وقلت له الشباب عندهم طاقه، وصعب انك تجود الشباب وتقول لهم والله لا تحفص لا تسوي لا كذا، كيف نوفر لهم مكان؟ يمكن احنا عندنا ساحه قطر للسيارات ايضا عندهم مكان وعندهم كذا السباق السيارات، عندنا فلوسين ايضا اماكن للسباق السيارات، وعندنا لجنه واداره، ليش ما نسوي لهم ايضا في البر اماكن مخصصه اما حق البطابط او اماكن مخصصه لي ايضا السيارات، حتى استعراض بتحت ايادي ونظره ناس واماكن معينه، وخلهم يستعرضون وخلها بشكل مسابقه بشكل حتى يطلع اللي داخله. شيخ احمد، بالنسبه حق انك انت تهيئ لهم مكان في سيلين،
ما اعتقد ان هذا شيء صعب. حتى هو الشخص اصلا انت لو تقول له تعال هذا مكان محدود تعال تدرب فيه او سوق فيه، هذا ما يشبع رغبته. هو يبي ينطلق، خاصه الشباب هذول الصغار لما تقول له والله تعال في حلقه او في ساحه. شفنا ابو سعد بعض اليوتيوب تحصل الناس جالسين زين والنقان موجود نعم زين نعم. تلقى يروح والناس تصفق له والناس كذا نعم. فكان هذا شيء يحس انه والله انا هذه الطاقه عندي وهذه المهاره عندي اب الناس تشوفها. هذه يعني مثل ما تفضلت، يعني انا اعتقد ان المكان المناسب له مو في الطعوس، ولا اعتقد ان حلقه او اللي هو حلقه الاستعراض اللي موجوده في الصناعيه هذه اعتقد انها هي الانسب والاحسن، لان الطعوس تبي لها يعني شغلات يعني موارد كثيره او شغلات كثيره انك تتهيئ لهم، وخاصه حتى لو انت هيئت لهم هم هيئوها وموجوده يعني عندهم. يعني انا يعني على ما اسمع من الشباب ان في عندهم طعوس في العديد، يعني وهم ما يستعرضون في السلين للعلم، يعني في العديد وعندهم طعس واحد واثنين وثلاثه لهم اسامي، كل طعس له اسم. طيب انت انا خطبت خطبه في العديد قبل 6 سنوات قلت لهم ما اروح بنفسي تودوني، فواحد من الشباب وداني اقول لو انا كنت محلك والله عقب اسبوع اوصل، لكن هم شباب يعرفون نعم كيف يطلعون وكيف يروحون وكيف يصعدون وكيف كذا، فهم يعرفون. فالاستعراض هناك يعني هم ما يعني مثل ما تقول ما محددين لهم مكان واحد، مثلا يقول لك هذا الطعس صغير لا خل نروح حق الطعس العود، مثلا هذا الطعس اليوم خربان خل نروح نسوي. فيعني انا اتصور ان الشغله هذه او ان شغله الطعوس والنقيان يعني نهائيا خطره، وانا ما افضل ان يكون في حلقات سباق. لو كان انا اظن لو كان بيكون تقنين ما تصلح، يعني العديد او سيلين ما يصلحون حق مثل هذه الاماكن انها تكون مقننه، لان الشباب بنفسهم يعرفون انها خطره. والمشكله الثانيه اللي اشار لها مساعد اللي هي اجراءات السلامه، يعني انت بتوديهم في مكان وما تقدر انت توفر فيه اجراءات سلامه، لا قدر الله مثلا خطر مكان وواحد من الشباب مثلا اللي قلنا لهم احنا تعالوا استعرضوا انقلب سياره الاسعاف اللي مثلا بيحرصونهم على توفيرها او لسيارتين ولا ثلاث ما طالع من مكان اصلا متى بيوصل هني الا اذا بنوفر هليكوبتر ولا الاخوان بيوفرون لهم سيارات اسعاف يحطون لها دبل مثل الدناكر، يعني هذا شيء ثاني. شوف بالنسبه حق التهور الشباب اللي احنا نلاحظه له اسباب كثيره. ايوه ما هي الاسباب وما هو العلاج؟ انا اعتقد ان احد الاسباب او من الاسباب اللي انا يعني جات في بالي احد الاسباب ان احنا ذكرت انا قبل فتره ان تعليم الشاب وهو في مرحله صغيره في سن مبكر نقول، يعني هذا واحد. اثنين ممكن يكون الشاب يتعرض لضغوط نفسيه فيسوق بتهور، ممكن يكون مثلا احيانا يكون تهور بسبب انه يكون يبي يبرز نفسه قدام الناس او ضعف شخصيه في نفسه، فهو يبي يبرز نفسه يقول والله انا ماهر في السياره نعم. فيطلع مهاراته في السياره. الاسره لها دور كبير، وانا ارجع واقول ان الاسره في الاول وفي الاخير لها دور كبير في نفسيه الشخص اللي يقود السياره. بس ابو يوسف يعني انا اقول كيف اليوم شبابنا اليوم نعطيهم هذه الثقافه؟ يعني احنا اليوم لما نشوف رادار نخفف، لما نسرع بعد الرادار نزيد، لما نشوف دوريه عند الشرطه نحط حزام الامان، ليش ما يكون عندنا هذا الحس اللي موجود مخافه رب العالمين فيها؟ ان والله المرور حدد لنا 1 2 3 4 لابد نلتزم فيها، من اطلع من بيتي ركبت حزام الامان. أنا عندي شارع الآن اللي يربطني بين هذه المنطقة وهذه المنطقة 100 يجب أني ما تجاوز 100، مو باللي أنا لما أجي عند الرادار أخفف بعد ما تعدى الرادار أزيد. وهذه أين المراقبة تكون عندنا؟ وإحنا أيضا الدولة اليوم حطت هذه الشارع بهذا القياس أن تعرف أن هذا المسافة يجب أن تكون السرعة فيها كذا لمصلحتنا وخوفهم علينا. فما هي اللي يكون الوعي عند شبابنا بهذه الصورة؟ مش بالشارع 100 100. في كثير من الامور المساعده منها اللي هي خلينا نقول
وضع يعني وضع النماذج الخطره في فتره من فترات اذا ما انا غلطان ابو سعد اداره المرور قامت تحط سيارات اللي صار لها حوادث وتكنسلت وما الى ذلك صار يحطونها. اختفت هذه المساله او ترجع مع مثل ما قال ابو محمد فتره اسبوع المرور. لو كانت هذه الاماكن هذه المساله طوال العام وفي اماكن مختلفه بحيث انه يتم تحديثها وتجديدها انا اظن ان هذه راح يطرح نموذج مثل ما تفضلت قبل شويه النموذج العملي لما طرحت قضيه ان الواحد يروح يزور المستشفى ولا احنا نجيب له بنفسنا ناس اصيبوا بحوادث هذه بنتكلم فيها في المحور الاخير التوعيه والامور وما هي الامور الايجابيه فيها بنخليها حق المحور الاخير. لكن انا اقول كيف نربي شبابنا على ثقافه احترام قوانين المرور بان هذا شرع. مدارس قياده السيارات اللي الناس الان كثير منهم يعني احنا طبعا ما نتكلم بس عن شباب نتكلم ايضا عن جاليات. الجاليات ضروري ان احنا نتعامل مع هذه مدارس التدريب بان القضيه مو بس قضيه شلون يجتاز الاختبار شلون ينجح شلون يتعامل مع حالات السرعه شلون يتعامل مع حالات تدهور السيارات شلون يتعامل مع الحالات الطوارئ. هذه مسائل يعني انا لي مثلا حد من الاهل او بعض عيالنا درسوا في المدارس للاسف ما يتعلمونها. هذه اظن دور لابد ان اداره المرور تهتم فيه. والدكتور ما يدخل مدرسه يعني يدخل اظن لا في مجموعه شباب في كثير منهم يعني في يعني الدكتور يدخل مدرسه ولا يدخل يدخل يعني احنا نعطيه فرصه اذا هو نجح في الفرصه اوكي اخذ الرخصه اذا ما نجح نحوله على المدرسه لازم ياخذ له على الاقل يعني ربع كورس الحين بعد ربع كورس ما اعتقد انه وقفوا خلوه نص كورس او كورس كورس كامل. دور المدارس ابو سعد دور المدارس احنا اليوم. مشددين على المدارس لو لاحظت المدارس الحين احنا مشددين عليها في عندنا لجان داخل المدرسه تتابع تدريب الطلاب المتدربين تتابع حتى النجاح ما عاد مثل اول الواحد يعني ما ينجح من المدرسه الا يكون متمكن انا في هذه اشهد لهم عندي واحد صراحه قدم 5 مرات نعم يعني رغم سواكته يعني انا يوم شفته كذي قلت خلا جربته انا بنفسي وواحد يعمل عندي يعني فجربته انا بنفسي سواكته معقوله شو اللي يصير فيك؟ قال انا اللي اروح هناك اختبص اي نعم وما اعرف شو يصير فيني وفعلا يعني 5 مرات جزاهم الله خير الاخوه يعني اعطوه موافقه استثنائيه تكون بعد مره سادسه وعسى الله يوفقه ان شاء الله وينجح يعني لكن قضيه التشديد انا اشهد يعني له احنا انا ما اذا كلمني حد يقول لي توسط لي كلم ضابط كلم حد في الرخصه انا ما انا ما اكلم حتى سائق اللي عندي في البيت قال لي انا بابا بروح بكره قلت له روح ولا مكلم حد اذا نجحت يجيب الليسه ما نجحت بقعد عندك مره ثانيه وثالثه ورابعه. اذكر حادثه بسيطه قبل فتره حوالي يمكن 6 أو 7 سنوات في أحد الأصدقاء قال لي أنا أبي تساعد عند زوجته يبي نساعدها في الاختبار فقلت له يعني مساعدة يعني كيف نساعدها؟ قال لي والله يعني تشوف إذا كان في مجال نحن تنجح دي. قلت له والله شوف لمصلحتك أنت خلها هي تأخذ يعني الكورس كامل وفي نفس الوقت تقدم تراي حسب الجدول اللي حاطينه المدرسة. قال لي اوكي بس ان هي اخذت الكورس وفي نفس الوقت موعدها بكره بس يعني ساعدها الله فيها ساعدها ايه فقلت له انا ان شاء الله انا ما كلمت الضابط ولا كلمت المسؤول اللي هناك فقلت له انا بكلم لكن انا من داخلي قلت ما راح اكلمه فامتحنت ونجحت يعني الحمد لله. بعد اسبوع بالصدفه جاني المكتب هو كان عنده معامله وجاني اللي يقول لي والله يا سيف انت ما سويت فيني خير. قلت له ليش يا اخوي ما سويت فيك خير؟ قال يا اخوي المرأة الحين داش البيت دعم الباب وهي طالع دعم الباب، داشة طالع دعم الباب وهي طالع دعم الباب. طيب انا ما ساعدتك تبي صراحة ما ساعدت انا. قال ها انت ما كلمت؟ قلت له لا والله ما كلمت الضابط، انا خليته لكن هاي اجتهاد منها هي نجحت بنفسها يعني. لكن انت مفروض اذا شفتها بالطريقة هذه في بعد ممكن تعطيها تقوية في المدرسة يعني تروح تقويها. فهذه من احد يعني الاسباب اللي احنا نقول ان احنا ما نساعد الناس ولا نساعد الناس ونشدد عليهم لان مصلحه الاخرين مو بعشان اذا ابو سعد اذا باب هين لكن اهم شيء يكون ارواح عيالنا وارواح ايضا الناس اللي في الشوارع اما الباب يتغير ان شاء الله. لكن اطلع الان فاصل قصير ثم اعود اليكم فكونوا معنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حياكم الله معنا مشاهدي الكرام في برنامجكم برنامج المطوح. حلقتنا اليوم عن حفظ النفس وعن حوادثنا اليوم في قطر، اليوم اللي أخذت شبابنا، اليوم في حوادث كثيرة، اليوم الأب والأم سبحان الله يعني ربي هذا الولد حتى يكبر وفي فجأة يقول له ولدك مات. لا شك أن احنا اليوم عيالنا بحاجة لهم. التوعية المرورية اليوم ودورها، دور الأسرة، دور المجتمع للتقليل من هذه الحوادث المرورية بسبب التهور، السرعة الزايدة. اليوم الجوال أصبح اليوم في يدنا، اليوم الواحد تلقاه توقف عند إشارة شوف عنده جوال، تمشي شوف عنده جوال. لكن خلنا نشوف هذا التقرير ثم نعود إليكم. بوتيرة سريعة تخطو قطر في مسيرة التطور لتجد نفسها في مصاف الدول الأكثر تقدماً في محيطها الإقليمي بل وفي العالم بأسره. تطور اقتصادي وثقافي يوازيه حراك متسارع في مجال البنى التحتية وتحسين سلامة المرور. عوامل متضافرة تؤهل قطر لتنفيذ مشاريع ضخمة في مقدمتها استضافة كأس العالم 2022 وتحقيق رؤية قطر 2030. مشاريع كهذه تضع المسؤولية على عاتق كل منا للإسهام في تحقيقها، ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على حياتنا الآمنة من خلال الالتزام بقوانين المرور ووضع المصلحة العامة نصب أعيننا، ويتطلب ذلك تفادي الوقوف في الأماكن العامة أو تلك المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والابتعاد عن التهور واللامبالاة. هل تفكر وأنت خلف المقود يا ترى من أنا الآن؟ قليلون يحاسبون أنفسهم على أفعالهم أثناء السياقة، وللأسف كثيرون هم المتضررون من الأخطاء الشخصية للسائقين. حياكم الله معنا شباب الكرام، شفنا هذا التقرير وأسأل الله يحفظ قطر ويحفظ شبابها إن شاء الله. التقرير جميل ولا شك بأن احنا اليوم في قطر أبو يوسف قاعدين فعلا جسور ما كانت موجودة، اليوم طرق ما كانت موجودة. نصبر إن شاء الله الأيام الجاية أيضا بتكون عندنا إن شاء الله أيضا شوارع وأيضا أمور معينة. لا شك أن احنا نطالب اليوم الطرق، نطالب المرور بتوفير كل هذه الأمور، لكن احنا نقول ما هي الاحتياطات السلامة الواجبة عند قيادة السياقة؟ الجوال بالذات، أنا الجوال أقول يعني هذا أصبح فعلا طامة كبرى عند شبابنا وكل الناس. اليوم وقف عند الإشارة وشوف اللي على يمينك وعلى يسارك. أنا أظن التقرير يشير إلى مسألة خطيرة جدا، وهي للأسف مسألة انعدام روح تقدير الآخرين أو احترامهم أو السماح لهم. يعني بعض اللقطات اللي شفناها تشير إلى أن كأن الواحد يقول أنا ومن بعدي الطوفان يا ذنب الله، في حين التزامك بهذه القوانين المرورية هو جزء من من من, من صميم ديننا، جزء من 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 تقديرك والتزامك بشرعك الحنيف. يعني في باب في الشريعة الإسلامية يسمى باب المصالح المرسلة، فيعتد من يحسب على أن من مصادر التشريع أن المصلحة التي يقدرها ولاة الأمر أو تقدرها الأنظمة فتجعل لها قوانين مرعية، جوانب النظافة، جوانب المرور، جوانب متعلقة بالزي، باللبس العام، بالذوق العام. المواقف يوسف اسمح لي ممكن أقاطعك بالكلام. اليوم أنت تروح وزارات الدولة، اليوم تجد وزارة 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 وزارة، المفروض كل وزارة في مراجعين، أقل مراجعين في الوزارة الأولى 100 مراجع. يعني قلنا أربع وزارات يعني 400 سيارة غير الموظفين. ونجد اليوم أنا أمس كان عندي أيضا يعني كنت في وزارة المزارات، قعدت أدور ربع ساعة حتى أوصل موقف، وأنا ما أحب أوقف سيارتي مخالفة. لو أدور ما أوقف، لكن ما أوقف سيارتي مخالفة. يعني اليوم ساعات إحنا يدعوننا نركب رصيف، يدعوننا إحنا يعني نوقف سيارتنا بالخطأ، وخاصة اللي عنده موتر فور ويل ممكن يركب أي مكان يوقف أي مكان. أنا عندي واحد من ربع شيخ خذ له سواق خاص الآن،
في مراجعاته في روحاته في اياته يقول انا الان بالي ارتاح، انا اقعد ورا الكرسي الخلفي، عندي جوالي ولا عندي اللابتوب مالي، اقرا اتابع شغلي وما الى ذلك. ولو بغيت لي موقف سياره يقول ما شلت همه، خليته هو يوصلني، قلت له تعال لي بعد مده وباتصل بك، انت تعال لي المكان الفلاني اللي نزلتني فيه. فهذا حل مشكله. هذا المحامين الان في المحاكم يقولون لي اكثر الاشياء يسوونها الان، اصبح كل محامي اليوم عنده سائق لانه ينتقل من محكمه الى محكمه، وبعض من يحصل مشكله في مساله انه هو ما يجد ايضا مواقف. هذه المواقف ابو سعد، هل له دور اليوم؟ احنا اليوم في وزارات الحكوميه اللي موجوده، وفر لي مواقف، وفر لي ايضا برج من 10 ادوار في عند الوزارات هذه حتى يكون في مواقف للمراجعين. اعتقد ان الموضوع هذه تدخل فيه اكثر من جهه، مو بالمرور يعني هو الوحيد اللي يختص في المواقف البلديه وفي التخطيط وفي الاشغال يعني اكثر من جهه. لكن عموما يعني كاداره المرور مثل ما قلنا احنا من قبل، احنا ما نسعى للربح، احنا نسعى للتنظيم. لو شخص جاء وما لقى له مكان وقف مثلا، لو كان على رصيف ما يعيق الطريق، لا الرصيف يشوه المنظر، احنا ما الرصيف وبعدين يكسر الرخام اذا كان في رخام، ولا الكربستون اذا كان موجود، يعني يخرب ويشوه منظر. وايضا شيء حضاري ما يليق بنا. نعم، لكن لو هو وقف مثلا في الطريق، اذا كان الشارع له مسارين ووقف في احد المسارات وخلى مسار واحد، ما هو انا اسكر مسارين واقول والله خلاص. لا، المرور في هالحاله يتغاضى عن كثير من الامور مثل هذه، لما يشوف شخص مخالف لكن حركه السير انسيابيه وفي 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 مجال، فيعني احنا نتجاوز عنها. لكن بالنسبه حق المواقف يعني البلد احنا نشوفه في تطور وفي ازدهار، فاعتقد ان الايام الجايه ان شاء الله راح تشهد يعني امور اكثر يعني اسهل حق المراجعين ان شاء الله. ابو يوسف، واحنا انا وانت بعيد عن المرور شوي، لكن هل احنا بدورنا اليوم نشوف اداره المرور بشكل خاص، هل هي وفرت لنا التوعيه الكامله، لوحات اعلانيه، سيارات في الطرق اللي في حوادث، في اشياء معينه فيها، ولا بس اليوم يعني ما في شك ان الجهد اللي تقوم به اداره المرور جهد مشكور وواضح. لكن ايضا انا اظن ان الامر يحتاج شويه شيء من التسريع والتكثيف، بمعنى ان احنا بدال ما انها تكون حملة مثلا مع مرتبطة بأسبوع المرور وبعدين شوي الوضع يركد ويهدى، أنا أظن نحن نحتاج حملة ورا حملة، حملة ورا حملة. وليت هذا الأمر يكون وفق دراسة مثلا مع المؤسسات اللي قبل شوية كنا نتكلم عنها في موضوع التوعية، لما يطلع الموضوع من الشباب نفسهم، يكونون هم أصحاب الاقتراح، هم أصحاب المبادرة، هم أصحاب المشاريع، ودور إدارة المرور أنها تحتويهم في 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 الدعم، في الاعلان، في انا اقول اليوم احنا اي عندنا مشكله، اي ظاهره موجوده اليوم، ظاهره الحوادث والشباب ظاهره موجوده عندنا اليوم، كل اسبوع اسبوعين نشوف حادث. التوعيه لها دور. اليوم ما في برنامج تلفزيوني اسبوعي ينقل لنا ايضا هذا الامر. كان قبل اول كان في عندنا برنامج الشرطه معك، لا ما نشوف هذه البرامج اللي موجوده. يعني احنا اليوم نحث القنوات، اليوم ايضا قناه الريان، اليوم احنا بحلقتنا اليوم هي جزء حلقه واحده تبث، لكن نتمنى يكون في ايضا نشوف برنامج اسبوعي يتكلم عن حوادثنا، يتكلم عن امورنا، ممكن زياره المستشفى الميله، يحط لقاءات. يعني الان ابو سعد يقول قبل شوي عن المدرسه اللي زارها، ويعني بعد الفاصل هو كان يقول ابكتني هذه الاسمه المحاضرة عندما تكلم أحد المصابين بحادث. أنا أذكر يعني عندنا حادث في الوكرة لأحد الشباب، وفعلا أنا في ثاني يوم إحنا نقول طق الحديد وهو حامي، فثاني يوم جبنا الله يذكره بالخير العميد محمد الخارجي زيد، وكنت أنا معه، وجبنا أبو الولد اللي توفى. فبعد ما تكلمت وتكلم أبو سعد الله يجزيه خير زيد، قلنا حق الأبو تعال تكلم، قال كلمة واحدة أبكتني وأبكت الناس اللي موجودة، قال كلمة: إذا سلطان مات أنتوا عيالي. لا شك إحنا اليوم عيالنا كلهم، هذولا كلهم عيالنا، نبي نحافظ عليهم. هل تشوف أبو سعد اليوم أنتوا كده في مرور راضيين عن أن في توعية موجودة فعلا؟
بالنسبة إحنا إدارة المرور عندنا إحنا قسم في قسم التوعية المرورية يقوم بإلغاء محاضرات في المدارس، بتوزيع مطويات إرشادية في المجمعات، في أي معرض يصير يكون فيه عندنا إحنا ناس موجودين متواجدين في المعارض يوزعون هالمطويات الإرشادية، يعني إرشادية حق التوعية المرورية. بالنسبة حق الجاليات الأجنبية بعد لهم دور، إحنا دائما نروح لهم في مدارسهم، في الشركات مثلًا قطر غاز، قطر البترول، شركات كبيرة، نعم شركات كبيرة اللي فيها أجانب كبير، يعني عدد كبير منهم، نروح لهم لأماكنهم ونعطيهم يعني توعية مرورية وإرشادات. يعني أعتقد إن إحنا في أكثر من لقمة، ولا لقمة عربية فقط، ولا في أكثر من لقمة ممكن. نعم في عندنا ناس يتكلمون يعني باللغات الإنجليزي وبالأوردو، وحتى المطويات اللي عندنا موجودة والإرشادية بلغات ثانية، بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والأوردو، نوزعها عليهم في الشركات. نروح المدارس الأطفال، رياض الأطفال، نوعيهم حق كيف يعبرون الشارع. يعني أعتقد أن القسم اللي موجود عندنا قسم التوعية يعني الحمد لله يعني قايم بواجبة يعني بصورة مشرفة. يعني أنا أقدر أقول بس برنامج تزوير ما في، إحنا نطالب الحقيقة إدارة المرور، وأنا من هذا البرنامج حقيقة أطالب أن يكون في عندنا برنامج أسبوعي إذا ما كان يومي في الإذاعة في التلفزيون، أيضا ينقل لنا اليوم الحوادث اللي موجودة، السيارات اللي موجودة، حتى الآباء والأمهات الحقيقة يكونون يعني لما يعطي ولده لابد أنه أيضا يقرصها شوي. صحيح. أنا أظن أيضا يعني في البرامج المباشرة الصباحية خلال فترة انتقال الناس إلى 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 أعمالهم، يعني مثل كيف أصبحت مثلا، أخواننا في بعض دول الخليج عندهم فقرة مرورية يومية، واحد ممكن يقول يومية شو الواحد ممكن يسويه، لكن أنا أظن لو كان فيها تركيز لو دقيقة أو دقيقتين ممكن توصل والله ترى في عامل مثلا في ازدحام في المكان الفلاني، في ضباب، في مرور، في قيمة مرورية، في سلوك مروري، في تنبيه على حادث، في مقابلة مثلا مع واحد صار لحادث. أنا أظن احنا نرحب بالأفكار، يعني أي أفكار يطرحها أي شخص احنا نرحب فيها، يعني ممكن حتى لو يطرش لنا إياها في مسج، ولا يطرش لنا إياها في تغرير ولا كتاب، أي فكرة عند أي مشاهد أو أي شخص يشوف تستاهل إن إحنا وين يرسلها؟ يعني يرسلها أنا عارف إنها في تويتر، في نعم. فيسبوك، وأنا يعني أشوف موجودة عندهم، ترى اليوم الشارع الفلاني عندهم كذا، في اليوم كذا الحقيقة موجود، نعم موجود عندهم، واليوم وزارة الداخلية بالذات صحيح ممكن من أفضل وزارات اليوم تتعامل مع التكنولوجيا اللي موجودة، وخاصة فيما يتعلق سنتكلم اليوم. أنا يعني أطالب إنه يكون في برنامج صباحي في كيف أصبحت، أو في أيضا في برنامج الإذاعة أيضا يكون فيه، وأتمنى يكون في برنامج موجود حتى يكون هذه حقيقة تحسب للأخوة في وزارة الداخلية، يعني حسابهم في تويتر يعني من أفضل بلا مبالغة، من أفضل الحسابات التفاعلية اللي أنا شفتها وتعاملت معها حقيقة. يعني ما شفت حساب تفاعلي متميز حقيقة مثل حساب وزارة الداخلية، مقارنة من غير انتقاص لبقية إخواننا في الحسابات الأخرى للوزارات الثانية، لكن حساب وزارة الداخلية فعلا يحسب لهم. ما هي الرسالة أبو يوسف إحنا اللي وجهها اليوم للأب والأم؟ الرسالة الأهم اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم. الشاب التقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر يستلزم أن الواحد فعلا يستشعر مسؤولية ابنائه. الشاب أذكر بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. التهور ما يصير من مرة واحدة، مثل ما أن السرعة ومخالفة قوانين المرور ما تصير من مرة واحدة، تصير خلني أتجاوز من اليمين، خلني ألف على هذا، خلني شوي أستعرض، ثم يقع الفاس في الرأس ولا تحين. وبعضهم تلقى أبوه يقول لا تسوي كذا، لا تحط كذا، لا تسوي كذا، ويعصي أبوه ويسوي. سولف لي واحد من الأخوة من أيام يقول أنا قلت حق ولدي هذا اللي عندك النسان بيعه، قال إن شاء الله بيعه، راح خش في مكانه وخذ موتر آخر، وذك اليوم اتصلوا فيه ترى ولدك سوى حادث في النسان، في يوم راحه ولا قال لي أنا ما قلت لك، قال نعم، ترى أنا أقول لي ما يطيع أبوه يضيع. الأسباب سريع أبو سعد، أسباب الحوادث اليوم الكثيرة لو أجملت في يعني في نص دقيقة. في عندنا الحوادث المرورية أسباب لها عدة، من أهم الأسباب اللي تكون أسباب بشرية، قطع الإشارات الضوئية،
التجاوز الحد السرعة المسموح بها، عدم الانتباه والتركيز أثناء القيادة، عدم ترك مسافة بينه وبين السيارة، التجاوز بين السيارات أو إحنا نسميها اللي هي يعني يعني جاي مرة يمين، نعم، مرة يسار، نعم، مرة في النص، مرة عليها ترى مخالفة برعونة وفيها حجز سيارة وفيها محكمة وفيها نياب وفيها كذا القيادة. بس بعد مساعد لقدامك أحياناً مثل ما تفضلت مساعد قلت قد يمشي 60 وماسك النص أو ماسك لا أنا أتكلم الله يسلمك بخصوص الشخص اللي يكون يتجاوز أكثر من مرة. أيوة. يعني في الشارع تلقاه مرة يمين مرة يسار وبسرعة عالية، هذا قيادة برعونة، هذا تنحجز سيارته وتحول للنيابة وفيها مخالفة مبلغ يعني قدرة من المال. بالنسبة حق الحوادث التي تقع بسبب العيوب الفنية في المركبة، ممكن تكون الفرامل، ممكن تكون الإشارات عطلانة، ممكن عدم صلاحية الإطارات، في عندنا أسباب أخرى أنا ما أبي يعني أطول، لكن حوادث تقع بسبب الطرق الأسباب الهندسية في الطرق، ممكن يكون في حفرة في الشارع بسبب الأمطار، ضعف الإنارة في الشارع، عندك مثلا عدم وجود معابر ومخارج للمشاة، جسور أو أنفاق، عدم وجود مخارج آمنة للطرق الرئيسية، الطريق الرئيسي ما في مداخل له أو مخارج، هذه يعني أحد الأسباب يعني أو المسببات للحوادث المرورية. من يتحمل هذه سريعا؟ هذا كلها السائق جانب والتخطيط والأشغال جانب والمرور جانب آخر، وأنا أقول اليوم إذا اجتمعنا كلنا أعتقد سنحافظ على شبابنا. أكيد ما في لأن شك. الكل له دور اليوم ما في شك في الحد من هذه الحوادث. في ختام حلقة اليوم الحقيقة لا يسعني إلا أن أشكر حقيقة الضيوف الكرام الشيخ أحمد بن يوسف الملا على حضوره معنا، وأيضا أشكر سعادة الرائد سيف بن سعد المهندي على حضوره معنا وعلى إطراءه في حلقة اليوم. أتمنى أيضا الرسالة وجهها لشبابنا، وجهها لأمهاتنا، أقول لشبابنا اليوم أمك وأبوك ينتظرونك، قطر اليوم تنتظرك، حاول أنك أنت ما تتهور وتبقى لقطر حتى تحقق رؤيات قطر 2030. وصلت وياكم لختام حلقة اليوم اللي كانت حقيقة أكثر من شيقة، ألتقي معاكم إن شاء الله الأسبوع القادم حتى ذلك الموعد، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.